أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صل عليه. ليش يا عم؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف اللهم صل على كامل الأنوار خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ الله أكبر فاستعذ بالله إنه سميع عليم سبحانك يا رب
وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه سميع. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Thank you.
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا كمان يا شيخ جاية. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. هذا بصائر من ربكم. هذا قرئ
نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول واذكر ربك في نفسك ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله
ويسبحونه له يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون نعم يا سيد جواب ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته
ويسبحونه وله يسجدون. ويسبحونه يسجدون باسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قل ربك في نفسك تضرعا وخيفا واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ إذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الليزي. نطلب لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة على مكبرات الصوت الحديثة والإنارة إدارة الحاج محمد عبد العال المقيم بكفر حمودة مخازن الفراشة الكبرى والسرادق المقام إدارة الحاج محروس وأخيه الحاج سامي المقيم بشارع فاروق بالزقازيق باسم أولاد المرحوم الحاج محمود عبد العظيم غنايم وباسم عائلة أبو غنايم جميعا يتقدمون لحضراتكم بواجب الشكر وخالص العزاء ويتقدمون لكل من جاء إليهم من كل مكان بواجب الشكر وخالص العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أقول الحمد سبحانه وتعالى في كتابه الكريم